نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية بمحافظة سوهاج حول فعاليات ملتقى توظيف الشباب المتدربين خريج المبادرة الرئاسية ابدأ. وشارك في الاحتفالية عدد من أصحاب المصانع والشركات بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وتم خلالها الإعلان عن انتهاء فترات تدريب عدد من شباب المحافظة على عدة حرف صناعية ضمن المبادرة الرئاسية ابدأ حياة وابدأ مرحلة تشغيل الخريجين بشركات ومصانع القطاع الخاص.